مرحبا بكم في سبور اكسبريس. اقل من 48 ساعه يفصلون على المقابله الفاصله للمنتخب الوطني التونسي. المقابله لا حاسمه اذا كان المنتخب يحب يترشح للدور الثاني من المونديال نهار الاربعاء نتاع العشيه ضد فرنسا. اخر الاخبار نتاع زوز المنتخبات وخاصه حكايه الفريق الثاني اللي باش يلعب به المنتخب الفرنسي صحيح ولا لا، اسئله اللي جاوبنا عليه مبعوثنا الخاص محمد علي العرفاوي. مرحبا دلي. مساء النور مكي، مرحبا بيك، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل وكذلك بالناس اللي يتابعوا فينا عبر البث الحي والمباشر على الفيسبوك. فعلا اليوم العشيه كان الموعد مع ثاني حصه تدريبيه للمنتخب الوطني التونسي في ملعب التدريبات بالعجله استعدادا لمواجهه المنتخب الفرنسي. طبعا المباراه الحاسمه في سباق الترشح الى الدور الثاني بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. الحصة التدريبية للمنتخب كانت مغلقة أمام وسائل الأعلام، وكانوا شاركوا فيها 25 كانوا شاركوا فيها الملاعبية الكل بدون استثناء. طبعا ما عدناش إصابات في صفوف المنتخب الوطني التونسي. الحصة التدريبية هذه حسب الأصداء الأولية القادمة من معسكر المنتخب الوطني التونسي تشير إلى أنه الإطار الفني للمنتخب بقيادة جلالة القادر يتجه إلى القيام بتغييرات على مستوى الرسم التكتيكي في مواجهة المنتخب الفرنسي، وكذلك تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية من خلال إمكانية الدفع بعلي معلول على الظهير الأيسر كأساسي، وكذلك في وسط الميدان ممكن التعويض على غيلان الشعلالي، وفي الهجوم بنسبة كبيرة محترف مونبولي الفرنسي المهاجم وهبي الخزري سيكون أساسي في مواجهة المنتخب الفرنسي. طبعا هذه بعض المعطيات الأولية متي في انتظار التأكيد من خلال الحصة التدريبية اليوم غد التي ستكون مفتوحة أمام وسائل الأعلام. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بالنسبة لفرنسا فما برشا حديث على أنه نجم نحكيه على بين قوسين فريق ثاني للمنتخب الفرنسي باش يكون في المقابلة نهار الأربعاء. فعلا متي، وهذا طبيعي لأنه نعرف جيدا أن المنتخب الفرنسي ضمن التأهل إلى الدورة القادمة، وبالتالي باش تكون فرصة ممكن لتدوير المجموعة، وممكن ديدي ديشان يرتح بعض الملاعبية استعدادا للدورة الثانية. وهذا ما كان أكده ديدي ديشان منذ قليل في تصريحات لي بين الصور، قال وأنه الأكيد وأنه باش يقوم بتغييرات باش يخلي الملاعبية يتنفسوا شوية استعدادا للدورة القادمة. المنتخب الفرنسي كذلك اليوم العشية كنا حاضرين في الحصة التدريبية نتاعو، الحصة التدريبية اللي دارت بداية من الساعة 6 مساء في ملعب التدريبات بمدينة السد، طبعا 6 بتوقيت الدوحة 4 بتوقيت تونس. حصة تدريبية شاركوا فيها الملاعبية الكل باستثناء الحارس أريولا كان تعرض لإصابة ماهوش موجود في تدريبات المنتخب الفرنسي. قبل الحصة التدريبية هذه كان الموعد كذلك مع ندوة صحفية كانوا حاضرين فيها زوز ملاعبية من المنتخب الفرنسي. دلي قبل ما تحكينا على تصريحات الملاعبية ونسمعوا تصريحات لاعبي المنتخب الفرنسي، بالنسبة لديشام باش يعمل تغييرات لكن فما تمسك من الملاعبية كيما مبابي انه يكون موجود واساسي في مواجهة تونس. طبعا ماتي، هو بعض اللاعبين كيما مبابي وجيرو متمسكين بالمشاركه كاساسيين في مواجهه المنتخب الوطني التونسي. طبعا والحافظ هو تحسين بعض الارقام القياسيه كيما جيرو نعرفه جيدا، وانه عادل رقم تيري اونري كافضل هداف للمنتخب الفرنسي، وبالتالي يراه انه مواجهه المنتخب الوطني التونسي قد تكون بوابة تحسين هذا الرقم القياسي والدخول الى تاريخ كره القدم الفرنسيه طبعا من اوسع ابواب. وكذلك مبابي مصر على المشاركة في المباراة، ولكن ديدي ديشان كذلك مصر وأنه يرتح الملاعبية نتاعه حتى يكونوا جاهزين للمباراة القادمة، ولكن كما قلنا كذلك أكد وأنه بعض التغييرات ستكون موجودة، كذلك مع إمكانية التعويل على كامافينجا متوسط الميدان ممكن يلعب ظهير أيسر في مواجهة المنتخب الوطني التونسي، لأنه ممكن ديدي ديشان خايف على هيرنانديز لأنه الظهير الأيسر الوحيد، ظهير الأيسر دوميتي الوحيد في تشكيلة المنتخب الفرنسي، فبالتالي ممكن هذا يخلي ديدي ديشان يعول على كامافينجا في خطة جديدة في مواجهة المنتخب الوطني التونسي. وبالتالي فإنه ثابت والأكيد وأنه المنتخب الفرنسي ماهوش باش يواجه تونس بالتشكيلة الأساسية اللي كان يلعب بها زوز مباريات الأولى، وإذا كما قلنا ماتي فهو عادي وطبيعي لأنه نعرف جيدا تنتظروا مباراة ممكن تكون ضد المنتخب الأرجنتيني في الدور الثاني، وبالتالي فإنه باش ياخذ جميع الاحتياطات حتى يكون جاهز بنسبة 100% لهذه المباراة.
كنت بالنسبة للتغييرات ينجم يكون جوردان فيريتو لاعب مارسي ينجم يكون واحد من التغييرات. كنت سألته على مواجهة المنتخب التونسي نسمعوا شنو قال. Bah c'est on les a vus, on a regardé leur match de poule aussi. C'est une équipe qui a tenu en échec le Danemark, qui est une grosse nation. C'est une équipe où contre l'Australie, il manquait pas grand chose pour inverser la tendance. Ils ont perdu que 1-0 et on sait très bien que voilà, c'est des joueurs qui sont techniques, qui vont vers l'avant et qui peuvent être dangereux. Donc voilà, faut rester concentré et on sait très bien que ça sera un match très difficile mercredi contre la Tunisie. فيريتو لاعب المنتخب الفرنسي يقول مقابلة باش تكون صعيبة ضد تونس اللي أحرج الدنمارك وفرض عليه تعادل، كان ما كانش تنقصوا حاجة كبيرة باش ينجم يعدل ويربح ضد أستراليا. هذا أهم ما قالوا فيريتو. دالي نختم معاك بسرعة، برشا حديث على إمكانية عودة بنزيما للمنتخب الفرنسي، شنو هي الحكاية دي بالضبط؟ هذا الخبر كان دار منذ ساعة تقريبا ماتي في كل وسائل الإعلام العالمية الفرنسية والإسبانية، وكان المصدر متاعه الصحافة الإسبانية اللي أكدت وأنه بنزيما من الممكن وأنه يلتحق بالتدريبات الجماعية لريال مدريد الإسباني وبالتالي تعافيه من الإصابة، وهذا فتح الباب أمام إمكانية عودته إلى قائمة المنتخب الفرنسي وإلى المجموعة في العاصمة القطرية الدوحة، خاصة وأنه ما تمش تعويضه بلاعب آخر. ولكن عكس الكلام هذا يقولوا هنا الصحفيين الفرنسيين، كنا في لقاء معهم طبعا في تدريبات المنتخب الفرنسي، يقولوا أنه هذه فرضية ضئيلة جدا ومشاو حتى إلى نفس إمكانية عودة بنزيما، لأنه الإصابة كما قالوا ممكن تأثر على جاهزيته حتى بدنيا، فإنه تجهيزه ممكن يأخذ برشا وقت، وبالتالي بنزيما فمن المستبعد وأنه يكون يرجع للمونديال. يعطيك الصحة دلي، شكرا لك. انت هذه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي ومنافسه الفرنسي في المقابلة نتاع نهار الأربعاء نتاع العشية. ديما مع المونديال ونحكيو على مقابلة اليوم في المجموعة السابعة، الكاميرون تعادلت مع صربيا بنتيجة 3-3. في نفس المجموعة حاليا تتلعب مباراة البرازيل مع سويسرا، 56 دقيقة لعب في غياب نيمار، البرازيل متعادلة 0-0. وفي المجموعة الثامنة غانا ربحت كوريا الجنوبية 3-2، مقابلة مشوقة. في نفس المجموعة الثمانية متاع الليل البرتغال توجه لوروغواي، ترتيب في المجموعة هذه البرتغال وغانا في الصدارة 3 نقاط، لوروغواي كوريا الجنوبية بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة. في النادي الصفاقسي قطيعة منتظرة مع المدرب كريم دلهوم، والبديل باش يكون أنيس بوجلبان، الاتفاق حاصل على كل التفاصيل في انتظار الإعلان الرسمي. من جهة أخرى تم تعيين اللاعب السابق هيثم مرابط في خطة مدير رياضي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانا.